السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في هذا الجامع المبارك وفي هذه المنطقة المباركة، أحمد الله أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. قبل 7 سنوات ذهبت في رحلة إلى تنزانيا، فقلت للإخوة هناك: أنا أسمع أن في أفريقيا بعض الناس الذين لا يزالون يعيشون حياة بدائية، فأريد أن أزورهم. فقالوا: هؤلاء في منطقة بعيدة في الصحراء والوصول إليهم صعب، لكني لازلت بهم حتى يسر الله تعالى وركبنا السيارات وذهبنا. فكان فعلا الوصول إليهم صعب ويمر ببعض الغابات، فوصلنا إليهم وإذا هم يعيشون على شكل مجموعات، كل مجموعة قد بنوا حولهم حصناً من جذوع الشجر، ويعيش في هذا الحصن تقريباً 10 بيوت 20 بيتاً بحسب حجم القبيلة. هذه قبيلة 100 شخص عليهم ملك، هؤلاء 200 عليهم ملك، إلى غير ذلك. تعود هؤلاء، وهم يسمون قبائل الماساي، تعودوا أن يأتيهم السياح الأوروبيون فيرقصون لهم رقصات معينة، رقصات أفريقية، ويعطونهم ما يعادل 25 دولار تقريبا شلن. فلما أقبلت السيارات بنا ومعي المترجم ومعي يمكن 4 أو 5 من الإخوة، خرجوا وبدأوا بالرماح معهم ولا تكاد تفرق بين الرجل والمرأة، يلبسون نفس اللباس كلهم، يعني قد حلقوا رؤوسهم صفر ووضعوا بعض الحلق والكذا في آذانهم وفي أيديهم وفي رقابهم، ولا تفرق بين الرجل والمرأة أبدا، لا شنب لا لحية لا شعر. وبدأوا يرقصون الرقصة التي يرقصونها للسياح، فأشار لهم المترجم: لا ترقصوا. قالوا: ليش؟ أنتم ما جئتم، يعني أنتم لستم سياحا. قال: بلى، لكن الربع ساعة التي سترقصون فيها بنعطيكم قيمتها، نعطيكم 30 دولار أو 40 دولار، لكن نريد هذه الربع ساعة أن تستمعوا إلينا. فخرج الملك ملكهم، وهم أصلا كلهم 100 أو 150 تقريبا، فطلب مني المترجم، قال: هؤلاء لا يفهمون اللغة السواحلية، فأنت بتتكلم عربي وأنا بترجم سواحلي، وملكهم سيترجم لهم من السواحلي إلى لغة الماساي، فالربع ساعة ليس لك منها إلا 5 دقائق فقط، الباقي أنا أترجم للغة السواحلية حتى يفهمني ملكهم، ثم ملكهم يشرح لهم بلغة الماساي. فتحيرت: هذه 5 دقائق ماذا تقول لقوم يعبدون الأشجار والأحجار، وإذا جاع أحدهم أقبل إلى بقرته فجرح عرقا من عروقها وامتص الدم حتى يشبع ثم يتركه يندمل بعد ذلك، كيف تتكلم مع قوم لم يسمعوا عن الله ولم يسمعوا عن اليوم الآخر ولم يقرأوا القرآن ولم يروا مسلما من قبل، كيف تتكلم معهم وهم قوم وثنيون يعبدون الأحجار والأشجار، وأيضا لا يلبسون ثيابا، يلبسون خرق عليهم، وهذه الخرق يعني يستوي فيها الرجل والمرأة نفس الخرقة، فأنت ماذا تختار؟ فطرحت عليهم الأسئلة 3 التي حيرت العالم، والتي كل إنسان في الدنيا مهما كان دينه وجنسه لا بد حتى يرتاح أن يعرف جوابها: من خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أين نصير بعد الموت؟ هذه 3 أسئلة يحتار لها كل إنسان، وإذا لم يجد لها جواباً لم يشعر باستقرار النفسي يعيش. من خلقنا؟
كيف وجدنا في هالدنيا؟ ولماذا خلقنا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ليش خلقتنا يا ربي؟ عشان إيش؟ طيب الذي مات، مات أبي ومات جدي وماتت أمي ومات ابني، أين ذهبوا؟ هل نهاية الحياة بالموت خلاص؟ ما الذي يحصل بعد الموت؟ فتكلمت في أجوبة هذه الأسئلة الثلاثة. نحن اليوم سنتكلم أيها الإخوة والأخوات عن جواب السؤال الثالث، ما الذي يحصل بعد النفخ في الصور؟ كم نفخة ينفخ في الصور؟ ما صفة أرض المحشر؟ هل كل الناس يحشرون في مكان واحد؟ ولا ممكن يكون الأنبياء في جهة والشهداء في جهة والصديقون في جهة، الرجال لوحدهم، النساء لوحدهن، الصفر، الشقر، السود، البيض، مقسمين هالتقسيم؟ كم بين النفخة الأولى والنفخة الثانية في الصور؟ ما الذي يوزن يوم القيامة؟ هل توزن الأعمال؟ يوزن فقط صلاتك وصومك؟ أم توزن الصحف؟ أم يوزن الإنسان نفسه؟ هو نفسه يؤخذ ويوضع في الميزان؟ ما الذي يوزن بالضبط؟ ما هو الصراط؟ ما هي الشفاعة؟ وكيف ينالها الإنسان؟ هذا كله أحداث ليوم الدين. لن أتكلم عن الموت وعن القبر، إنما سأتكلم إذا نفخ في الصور ما الذي يحصل؟ إيش القصة التي تحصل بعد النفخ في الصور؟ إيش الأحداث التي تقع؟ هل هي تقع على الكل حتى الحيوانات؟ أم أنها تقع على البشر فقط؟ ما هي أنواع الناس في ذلك؟ كانت قريش تعتقد أنهم إذا ماتوا ما إلا حياتهم الدنيا، يموتون ويحيون وما يهلكهم إلا الدهر، هكذا كانوا يعتقدون. فأقبل في يوم من الأيام الوليد عظما يابسا وفته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الإسلام في مكة، ثم قال: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي هذا العظم هذا اللي فتته الآن؟ تزعم أن الله يحييه ويعيده إلى الجسم الذي خرج منه ويركبه على بقية العظام ويقوم حيا مرة أخرى؟ معقول في أحد يفعل ذلك؟ أتزعم أن الله يحيي هذا بعد موته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، يحييه الله بعد موته ويحييك ويدخلك النار. أنت أيضا إذا مت سوف تبعث، ومآلك بكفرك وشركك وتكذيبك بالآخرة مآلك يكون إلى النار. وضرب الله تعالى وذكر الله تعالى هذا فقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فبين الله تعالى أنهم يخلقون بعد ذلك. الأمم السابقة كان عندهم الإيمان بالآخرة، كل الأنبياء جاءوا بهذا، نوح ولوط وشعيب وصالح وهود، كل الأنبياء جاءوا بأنه فيه يوم آخر وفيه جنة وفيه نار وفيه حساب. النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل مهاجرو الحبشة رجعوا إلى المدينة، تعلمون أنه لما ضيق على الصحابة في أول الإسلام أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى الحبشة، قال: إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فأطلعوا من مكة، أنت يا بلال تعذب وأنت يا خباب، وكلما أسلم أحد عذب، أخرجوا من مكة كلها. فخرجوا إلى الحبشة فلبثوا في الحبشة 7 سنين. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وانتشر الإسلام وأمن الناس أرسل إليهم فجاءوا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال لهم: حدثوني بأعجب ما رأيتم في الحبشة. فقالوا: يا رسول الله، كنا جلوسا يوما فمرت بنا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء، يعني جرة من فخار أخذتها من البئر وذهب إلى بيتها، فمرت بشباب
شباب من الحبشة جالسين، فلما رأوها قام إليها أحدهم وهي تمشي العجوز بهالقلة، قام إليها أحدهم ووضع يده بين كتفيها ثم دفعها، فسقطت العجوز وسقطت القلة من على رأسها وتكسرت وانسكب الماء وأخذوا يضحكون. فالتفتت العجوز إليه قالت: ستعلم يا غدر، حركتك هذه حركة واحد غادر يأتيني بخفية، ليش ما جئت من أمامي أستطيع أني أتصرف أضعها ولا أدافع عن نفسي ولا أصرخ، أنت غادر. قالت: ستعلم يا غدر، إذا وضع الله كرسيه وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فستعلم أمري وأمرك عنده غدا يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعجبك كلامها، قال: صدقت صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. ولذلك نوح عليه السلام، لوط، شعيب، صالح، موسى، عيسى، كلهم كانوا يأمرون أقوامهم بالحذر من لقاء الله، بالاستعداد للقائه، بالجنة، بالنار، إلى غير ذلك. أحداث الآخرة كثيرة، كل واحد يموت قامت قيامته. ولذلك أنت لا تشغل نفسك متى الساعة متى الساعة، لأن لو أفرض أن الساعة مثلا قيل لك الساعة بعد سنة، أنت إيش تستفيد؟ ممكن تكون ساعتك أنت بعد ساعة، ممكن تكون الليلة ساعتك. ولذلك الذين يموتون اليوم هؤلاء لا يدركون النفخة الأولى في الصور كما سيأتي معنا، اللي هو قيام الساعة. من الذي يدركها؟ يدركها فقط الأحياء، والأحياء المؤمنون يقبضهم الله قبل ذلك كما سنفصل هذا إن شاء الله. أول ما يقع من قيام الساعة مالك يوم الدين، الذي يملك يوم الدين بما فيه من الحشر والشفاعة والصراط وتطاير الصحف والميزان والجنة والنار وفزع العباد، الذي يملك كل هذا ويملك الوقت اللي يقع فيه تقع فيه الساعة ويملك كل ذلك، هو رب العالمين. ولذلك ذكرها الله في السورة التي نكررها يوميا مرارا، مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين. أول قيام الساعة أن ينفخ في الصور. ما الصور؟ ما هو الصور؟ سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، ما الصور؟ الله تعالى يقول: ونفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور، يعني واضح أن الصور له شأن، ولذلك ذكر في القرآن مرارا، ما الصور يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مختصرا يفهمه، قال: قرن ينفخ فيه. هل ترى قرن الخروف؟ قرن الخروف الذي يكون في التصاقه برأس الخروف يكون واسعا ثم يضيق في الأعلى، هذا لو جئت به وفرغته من الداخل لأصبح قرنا يمكن أن تصيح فيه ويصدر صوتا، وكانوا في السابق يفعلون ذلك، إذا أراد أحدهم أن ينادي الآخر أو يصيح بإبله أو يصيح بغنمه يكون عنده قرن مفرغ فيصدر صوتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل، قال: الصور قرن ينفخ فيه. هذا القرن أيها الإخوة الكرام والأخوات الذي ينفخ فيه هو ملك اسمه إسرافيل، وإيل التي موجودة في آخر كلمة جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، إيل معناها الله. ولذلك حتى إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام، أبو يوسف اسمه إسرائيل، ولذلك يسمون بنو إسرائيل. إسرائيل يعني عبد الله، ميكائيل، جبرائيل، إسرافيل يعني محب الله، خادم الله، عبد الله ونحو ذلك. فإسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. الصور الآن أين هو؟ الصور الآن في يد إسرافيل، وقد وضعه على فمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور التقم، حط في فمه، يعني
تعرف الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج ولا وظيفتك يا إسرافيل أنك تنفق في الصور عندما تؤمر. وكل ملك من الملائكة له وظيفة. من الملائكة من هم مطالبون بكتب أعمال العباد، ملائكة مطالبون بأمر المطر، ملائكة تلتمس مجالس الذكر كهذا المجلس إن شاء الله وتحف أهله، نسأل الله يجعلنا كذلك. إسرافيل ما عنده أي وظيفة إلا وظيفة واحدة، النفخ في الصور. خلق لأجل أنه ينفخ في الصور، وهو ملك عظيم، فهو قد وضع الصور العظيمة على فمه. يقول عليه الصلاة والسلام: ورفع ليتا وخفض ليتا، يعني أمال عنقه كما تفعل أنت الآن. لو قال لك واحد أبا أقول لك كلام مهم وانتبه لا أحد يدري، وبدأ يخفض صوته، تجد أنك تمين رأسك من غير شعور وتقترب منه. دائما الواحد إذا أراد ينصت تجده يميل رأسه من غير شعور، ما في أحد ينصت وهو كذا، لازم يميل رأسه، يرفع ليتا اللي هي أذنه ويخفض ليتا ويخفض الثانية، كأنه يترقب شيئا يسمعه. وكذلك لو قيل لك ما تسمع صوت ماء، ما تسمع صوت مثلا ضرب في المكيف، ما تسمع، تلقاك أيضا نفس الشيء تخفض ليتا وترفع ليتا، تبدأ تنصت. فيقول عليه الصلاة والسلام: وقد التقم صاحب الصور الصور حط في فمه ورفع ليتا وخفض ليتا ينتظر متى يؤمر. ينتظر بس انفخ الصور وينفخ. قالوا: يا رسول الله فكيف نقول؟ يعني ضاقت صدورنا، علمنا شيئا نقوله دعاء. قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. رواه الترمذي. الصور إذا نفخ فيه يسمعه كل الناس. أول من يسمعه رجل يلوط حوط إبله فيصعق. يلوط يعني يصلح حوط الإبل. إذا قالوا لك فلان مثلا يلوط بئرا، يعني جوا البئر، فهو يطين البئر من داخل، فكذلك يصنع الحوض، يأتون إلى البئر ويجعلون بجانبه حوضا حتى يخرجوا بالدلو الماء ويضعونه في الحوض، تأتي الإبل وتشرب. فهو الرجل هذا هو يشتغل في الحوض، يسمع الصيحة، من قوة الصيحة يموت. وقد ذكر اليوم علماء الأحياء قالوا إن هناك أصوات، موجات صوتية عظيمة فوق مستوى سماع الإنسان، لو سمعها الإنسان انفجر رأسه. هذا الصور إذا سمعه الناس صعقوا وخرجت أرواحهم من قوة النفخ في الصور. النفخة الأولى في الصور اسمها نفخة الفزع أو نفخة الصعق. هذه النفخة لا يبقى بسببها أحد إلا صعق، حتى جبريل. نعم جبريل، نعم ميكائيل، نعم الملائكة اللي يتعبدون في السماء، نعم. لأن الله تعالى يقول: فصعق من في السماوات ومن في الأرض. الحشرات، نعم تصعق. الدواب، الإبل والغنم والخيول والدواب، الوحوش التي في الصحراء، نعم تصعق. طيب الطيور التي تطير، كل شيء يصعق. ما يسمع النفخ في الصور أحد إلا صعق، إلا صعق، فيبقى الله جل وعلا الحي الذي لا يموت. والناس والمخلوقات كلها قد صعقت، فيقول الله: أنا الملك، أنا الملك، أين الملك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول: لله الواحد القهار. النفخة الأولى
لا يعلم بها إلا الناس الأحياء. الناس اللي ماتوا قبل لا يشعرون بالنفخة الأولى، نفخة الصعق. الذين في قبورهم موتى لا يدرون عن النفخة الأولى، نفخة الصعق، هم موتى. إنما النفخة الأولى وظيفتها أن يصعق بها الأحياء الموجودون. طيب هؤلاء الأحياء الموجودون الذين يصعقون، أليست النفخة فيها فزع وخوف؟ بلى. طيب الله تعالى يقول لا يحزنهم الفزع الأكبر، ما هي فيها فزع؟ كيف الله يقول المؤمنون لا يحزن الفزع الأكبر وهم يصعقون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال في آخر الزمان، لما يخرج الدجال ويتبعه من يتبعه، ثم يقتله عيسى بن مريم، ثم يبقى عيسى بن مريم 40 سنة في الناس، لا يجد الناس عيشا ألذ من العيش بعد في زمان عيسى عليه السلام، يبارك في الأرزاق، ثم يموت عيسى عليه السلام، فلا خير في العيش بعد موت عيسى. إذا مات عيسى بدأت الأمور إلى الأسوأ في أحوال الناس، فتقترب الساعة أكثر فأكثر، فتقترب النفخ في الصور، ففي مؤمنين لا يزالون ممن كانوا مع عيسى وفي صلاحهم وتقاهم، فيبعث الله ريحا من قبل الشمال فتقبض أرواح المؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام فوالله لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلت عليه الريح وقبضت روحه إذا كان مؤمن، فلا يبقى إلا شرار الناس. يقول عليه الصلاة والسلام يتسافحون تسافح الحمر، يعني يقعون في الفواحش كما تقع الدواب. قال فعليهم تقوم الساعة، هؤلاء اللي يأتيهم النفخ في الصور ويصعقهم، أما المؤمنون فيقبض الله تعالى قبل ذلك أرواحهم. هذه النفخة الأولى يعلم بها فقط الأحياء، أما الأموات اللي ماتوا قبل هؤلاء ما يأتيهم إلا النفخة واحدة اللي هي الثانية. بعد النفخة الأولى وموت الكل يصبح الناس على قسمين، قسم موتى من سنين تحت الأرض، وقسم ماتوا الآن بسبب النفخة، فبين النفختين 40. قيل لأبي هريرة راوي الحديث 40 يوما، قال أبيت، يعني ما أدري. قيل 40 شهرا، قال أبيت. قيل 40 عاما، قال أبيت. أبو هريرة يقول ما أدري والله، النبي صلى الله عليه وسلم قال 40، أنا أقول 40، ما أدري كم مقدار هؤلاء، 40 يوم، 40 ساعة، 40 دقيقة، ما أدري، المهم بينهما 40. يقول ثم ينزل الله من السماء ماء، بين النفختين حتى الناس اللي في القبور اللي أكلت الأرض أجسادهم حتى تكتمل الأجساد من جديد، وإذا نفخ النفخة الثانية قاموا، كيف يخلقهم الله؟ يرسل الله تعالى مطرا من السماء، وكل الإنسان يبلى، تأكله الأرض إلا عجب الذنب، يصبح هو البذرة التي يخلق منها الإنسان إلا عجب الذنب، وهو آخر فقرة في العمود الفقري، آخر فقرة في الأسفل، يسمونها الناس العصعص وغيرها من الأسماء. فإذا نزل هذا المطر شربته الأرض. أحيانا يكون هناك مقابر نسى الناس أنها مقابر أصلا، يعني بنيت فوقها بيوت وأجريت فوقها ربما أنهار ونسيت، مقابر من 100 سنة، 200، 5000 سنة، 100,000 سنة، لكن لا يزال عجب الذنب ما تأكله الأرض أبدا، فتدك الأرض في هالأثناء، وتدك الجبال، وتمور السماء مورا، وتسجر البحار، طبيعة الأرض تختلف. لذلك إذا قاموا من قبورهم إلا الأرض متغيرة عليهم، ليست الأرض اللي يعرفونها، دكت الجبال وتكون الجبال جبال كالعهن المنفوش، في آية الأخرى كالمهل، والبحار تسجر، والسماء تمور مورا، ويظهر فيها تشقق السماء بالغمام،
والأرض تتغير فينزل المطر، فلا يبقى أحد ميت أبداً من عهد آدم عليه السلام إلى وقت قيام الساعة إلا وله عجب ذنب موجود، بذرة مرمية في أي مكان. فتبدأ الأرض تشرب هذا الماء اللي جاء من السماء، ماء الحياة. يقول عليه الصلاة والسلام: فينبتون كما ينبت البقل، وفي رواية كما ينبت الطراثيث. الطراثيث نبت أخضر ينبت طولياً وشكله يشبه الخيار، والبقل البقوليات المعروفة اللي تنبت على الأرض. فيبدأ العجب الذنب يشرب من الماء وينبت، فتكتمل الأجساد مرة أخرى، تكتمل وهي في قبورها، تكتمل تكون جاهزة النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يطلعون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يتتابعون ذهابا إلى أرض المحشر. بين النفختين 40. النفخة الأولى تكون في يوم الجمعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، إلى آخر الحديث. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقال فيما رواه مسلم: لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ولذلك في الحديث الآخر أن الدواب تخاف من يوم الجمعة، تخشى أن تقع فيه النفخة، أن يقع فيه النفخ في الصور. النفخة الأولى تقع ويموت من كانوا أحياء، ثم يبقى ما بين النفختين 40، ثم يأتي الوقت للنفخة الثانية. إذا نفخ في الصور النفخة الثانية، نفخ في الصور، وصلت هذه النفخة، وصل تأثيرها إلى الناس اللي تحت القبور، تحت الأرض في قبورهم، والناس الذين ماتوا قبل 40، يمكن 40 دقيقة، 40 سنة، 40 ساعة، ما ندري، المهم اللي ماتوا قريبا. يقول الله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لأنه لما مات كان في جبل هنا، طيب ما الجبل ما هو موجود؟ أنا أذكر كان هنا في شجرة عظيمة، وين الشجرة؟ كل شيء تغير. أنا أذكر قدامي بحر، وين البحر؟ يبدأون ينظرون يتأملون، فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. هل طبيعة الناس ستغير؟ يعني هل هم إذا قاموا من الأجداث هذا خلق آخر، قدرات أخرى؟ لأنهم بيبقون 50,000 سنة ما يأكلون ولا يشربون وقت الحساب. طيب سيحتاج إلى أكل وشرب وحمام. إذا هو أعيد خلقه نفس الطبيعة معناته سيحتاج إلى هذا. قال أكثر الشراح: بل تكون طبيعتهم أخرى، يعني يكون عنده قدرة أن يبقى 50,000 سنة ينتظر الحساب بغير طعام ولا شراب، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في آية أخرى 1,000 سنة مما تعدون. فينفخ في الصور ويقوم الناس من قبورهم. أول من تنشق عنه الأرض رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أول الأرض لأنها تنشق. هذا مدفون على بعد 20 متر، يمكن جاءه أتربة وطمت قبره وصار 20-30 متر تحت الأرض. هذا مدفون ربما على مسافة نصف متر لأن جاء سيل ونزع أكثر التراب اللي فوقه، وهذا مدفون ربما تحت جبل لأنه وقع عليه صخرة، وهذا. لكن لما ينفخ في الصور كلهم يسمعون، أول من يقوم من قبره وينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن رجلين في المدينة
رجل مسلم ورجل يهودي، جاء المسلم بيشتري من اليهودي في السوق، فقال اليهودي: لا، والذي فضل موسى على البشر، يحلف. فغضب المسلم، قال: أتقول هذا ورسول الله بيننا؟ كيف تتجرأ تقول فضل موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بيننا، هو خير المرسلين؟ فقال اليهودي: لا، والذي اصطفى موسى على البشر. فضربه المسلم، يعني ما تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا إلى عدل المسلم، لم يقم المسلم بتنقص موسى عليه السلام، لا، لا نفرق بين أحد من رسله. فذهب هذا اليهودي يشتكي المسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: إن حصل كذا وكذا، وهذا ضربني لأني قلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، يعني أغلقوا باب إن فلان أفضل من فلان حتى لا تتنقصوا أحدا من الأنبياء. قال: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. يصعقون يعني النفخ في الصور، الصعقة الأولى فيموت الجميع، فإذا نفخ الثانية أكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق أو كان ممن استثنى الله عز وجل. طيب كيف باطش بالعرش، بقائمة من قوائم العرش؟ العرش في السماء، المحكمة التي يحكم الله تعالى فيها بين العباد، والأرض التي يقضي فيها بينهم موجودة على الأرض، وموقعها نعرفه. يحشر الناس على أرض بيضاء نقية كقرصة النقي. القرصة هو القرص، الخبز. النقي القرص الذي يكون مستويا ليس فيه نتوءات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الأرض اللي الناس بيوقفون عليها للحساب كأنها قطعة خبزة صافية. هذه الأرض: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. في الآية الأخرى لما ذكر الله تعالى لما ينزل جل وعلا في الغمام، ينزل الله تعالى، ينزل عرشه وحملة العرش يحملون العرش ويضعون هذا العرش على هذه الأرض البيضاء النقية. ولذلك الناس إذا قاموا ورأوا كل شيء متغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقوم يرى هذا العرش، ولذلك قال الله تعالى: فبصرك اليوم حديد. أنت اليوم بعد خلقتك الجديدة قوة بصرك تختلف عن قوة بصرك قبل تموت، فكشفنا عنك غطاءك، ما في حدود لبصرك، فبصرك اليوم حديد، يعني حاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يقوم من قبره فينظر، وإذا موسى قائم عند العرش يتوسل ويتقرب، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما أدري هل موسى قام قبلي أم أن الصعقة التي أصابته يوم الطور لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، حتى قال الله وخر موسى صعقة، يمكن الله تعالى يعني أصابه بتلك فلم تصبه هذه. يقول: ما أدري، لكني أرى موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. الناس إذا نفخ في الصور النفخة الثانية وقاموا من الأجداث يتم جمعهم إلى أرض المحشر. أرض المحشر في الشام. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المحشر قال عليه الصلاة والسلام: ها هنا ها هنا ها هنا، جهة الشام إلى أرض المحشر والمنشر، كما سيأتي تفصيله. طيب الناس أصلاً اللي قبل اللي صعقوا في الصعقة الأولى وين كانوا؟ متفرقين، هذا يمين وهذا يسار في أنحاء الأرض، لكن إذا قاموا من الأجداث انجذبوا إلى أرض المحشر.
يحشر الناس يوم القيامة إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، كل واحد فقد جزءا من جسده في الحياة يرجع له. اللي قالوا والله أنت عندك مشكلة ونعمل بتر لرجلك، ودفنت رجله وبعدين، ولا ربما في حادث وتمزقت الرجل ومات بعدها ب20 سنة، يقوم يوم القيامة لرجله راجعة مكانها. إذا كان الغطاء الذي يكون على ذكر المختون إذا كان يرجع مرة ثانية قطعة الجلد الصغيرة، فما بالك بغيره؟ كما قال الله: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عرى، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. خجلت، قالت: كيف أنا عارية الناس حولي ينظرون إلي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. الأمر يا عائشة، الواحد يعني ما يأتي في باله أن ينظر إلى عورة امرأة وهي تنظر إلى عورته مع شدة الفزع، وهذا واقع اليوم. لو الآن عفوا الناس لو أصابهم حريق في عمارة وتزاحموا كل واحد يبغى يطلع مع الدرج ولا من البيت، وصارت المرأة من غير عباءة والمرأة والرجل هذا ربما انكشفت عورته، تجد أن الناس مع شدة فزعهم من هذا الحريق وكثرة الصراخ والفزع، الأمر أعظم من أن يلتفت بعضهم ينظر إلى عورة بعض، ما يهتم، فما بالك بالفزع يوم القيامة. في ذلك اليوم كل شيء يتغير، الناس واقفون في المحشر، اجتمعوا كلهم، لا يسأل حميم حميمة، ولدك جنبك ما تلتفت إليه، أمك، أبوك اللي مات من 60 سنة 50 سنة تشوفه ما تلتفت إليه، ابنك، حبة قلبك اللي تعظمه وتحبه وتشتاق إليه، تراه بين يديك ما تسلم عليه ولا تلتفت إليه، ولا يسأل حميم حميمة. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. ليس فقط أنه ما يسلم على ابنه، يقول: يا ربي خذ ابني بدلي إلى النار وأنجني منها، يفتدي من النار بها. وهم واقفون الناس في المحشر في أرض الشام، تدنى الشمس من الخلائق، لأن السماء دارت وتمور السماء مورا، فتدنى الشمس من الخلائق، والأشياء اللي كانت تخفف حرارة الشمس، البحار سجرت، احترقت أصلا، فصارت الشمس ما في شيء يخفف حرارتها حتى تكون منهم بمقدار ميل. يقول الراوي: لا أدري، ميل المكحلة، العصا الصغيرة اللي للمكحلة، أو ميل الأرض اللي هو اليوم متر وكيلو 600 متر. يقول: لكن كلاهما الشمس قريبة. يبدأ الناس يعرقون، كل واحد بحسب عمله الصالح يكون مقدار العرق. تبدأ الأرض تشرب حتى يكون العرق في الأرض مسافة 70 ذراعا، الأرض شبعانة من عرق الناس، ومنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه يعني إلى الحوض، ومنهم من يكون إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، رواه مسلم. ويبلغ آذانهم كما في الحديث، وفي على أنصاف آذانهم. الناس عراة ينتظرون الحساب. أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، رواه البخاري ومسلم. الناس وهم واقفون لا يتكلمون من شدة الفزع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلى الشام، قال: ها هنا إلى ها هنا تحشرون ركبانا ومشاة وتجرون على وجوهكم، قال: يوم القيامة أفواهكم الفدام. الفدام هو قطعة توضع على فم البريق حتى ما ينسكب الماء منه، غطاء يوضع على فم البريق
فهو عليه الصلاة والسلام كأنه يقول ختم على أفواهكم ما تتكلمون. ولذلك قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ما يكاد الناس ينطقون على أفواهكم الفدام. وقيل الفدام هو قطعة توضع أيضا على البريق لكنها لا تمنع نزول الماء لكن تخففه، يعني بدل ما ينسكب الماء بقوة ينسكب شيئا قليلا، فأيضا هذا يتوافق مع قوله تعالى فلا تسمعوا إلا همسا. قال توفون 70 أمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في 70 أمة الموجودة أنتم خيرها على الله وأكرمهم على الله، وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذوا. أول واحد، أول من يشهد على العبد الفخذ كما سيأتي. يبدأ الناس يطول بهم المقام ويمضي عليهم الوقت، أما المؤمن فكما بين صلاتي الظهر والعصر بالنسبة إليه 50,000 سنة، وأما غيره فيطول عليه الوقت حتى يقول بعض الناس ربي احكم بيننا ولو إلى النار، يعني تعبنا من المقام احكم بيننا ولو إلى النار. ولذلك سماه الله تعالى يوما عسيرا في الآية الأخرى يوما ثقيلا. يبدأ الناس يقول بعضهم لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تبحثون عن من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى آدم. هم الآن الناس يطلبون أن يبدأ الحساب، يبدأ الحساب، كل واحد ما يدري أنا في الجنة ولا في النار، صحيفتي إيش فيها، ابدأ الحساب يا ربي. فيقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى آدم، آدم هو أبو البشر وله مكانة، اذهبوا يشفع لكم إلى ربكم ليحكم بينه. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، يعني أنت لك فضل، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. عجيب، لم يغضب قبله مثله. طيب لما بعث جبريل وحمل قرى قوم لوط ودكها على رؤوسهم هذا غضب؟ لا، هذا ليس بشيء بجانب الغضب يوم القيامة. لما أمر السماء أن تمطر والأرض تتفجر وأغرق قوم نوح حتى إن امرأة منهم معها ولدها وتجري تبحث عن مكان تأوي إليه وصعدت جبلا والماء يتبعها حتى رفعته إلى صدرها والماء يتبعها فرفعته على كتفيها، ولم يرحمها الله تعالى في ذلك الموطن وأغرقها هي ولدها. لا، غضب يوم القيامة أعظم. لما غضب على إبليس وقال له أن عليك اللعنة إلى يوم الدين، لا، غضب يوم القيامة أعظم. يقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أكلت من شجرة نهيت عن الأكل منها. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح يقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى البشر، يعني لك مقامك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول نوح عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد سألت سؤالا لا ينبغي لي. نوح عليه السلام أمره الله تعالى بصنع السفينة ووعده بأن ينجيه هو وأهله، فلما ركب في السفينة واشتد بها الطوفان
وبدأ الناس يغرقون. نوح عليه السلام في السفينة التي تجري بهم في موج كالجبال، في موج كالجبال، فرأى ولده فأخذ ينادي ولده لأن يتذكر أن الله وعده أن ينجي أهله. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من الأمواج، خذت الولد وأغرقته فكان من المغرقين. لما استقرت الأمور وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، السفينة صارت فوق جبل، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. نوح ينظر إلا قومه صرعى اللي كذبوه وأصنامهم بجانبهم صرعى، لكن يتذكر أن الله وعده أنه ينجي أهله. طيب ولدي مات. وقال نوح: ربي إن ابني من أهلي. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. سكت، ما قال: يا ربي أنت وعدتني تنجيه وليش ما أنجيته، ما هو مات قدامي. لا، يا ربي أنت قلت بأنجي أهلك، ترى ولدي من أهلي. سكت. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قيل: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير، هذا كافر، ما هو من ما ينجى معك، هذا ما آمن، احنا نعني أهلك المؤمنين، إنه عمل غير صالح. سؤالك هذا عمل غير صالح، المفروض ما سألتني، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني، يا ربي سامحني أكون من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. فنوح مات وبعث وهالمسألة في راسه، يقول: ليتني ما طلبت هالطلب، كيف الله بيحاسبني عليه اليوم؟ فالناس يقولون: ليشفع لنا إلى ربي؟ قال: ما لي وجه أشفع، كيف أشفع لكم وأنا قد سألت ربي سؤال لا ينبغي لي، عساني أنجو بنفسي، بس نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. جاءوا إلى إبراهيم، قالوا له: يا إبراهيم، أنت خليل الرحمن، وذكروا له فضائله، ثم قالوا: فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم: نفسي نفسي نفسي، إني قد كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون إلى موسى: يا موسى، أنت كتب لك الله التوراة بيده وكلمك الله، يا موسى اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. مع أنه ما قتله متعمدا، ضربه في أثناء فكهم من الخصومة، ضربه يبعده، مات الرجل. قال: أنا أخشى الله بحاسبني على هذه، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. جاءوا إلى عيسى: يا عيسى، أنت كذا وكذا، وذكروا له ما له من فضائل، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ قال: اذهبوا إلى غيري، ولم يذكر ذنبا، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وعلى رسل الله جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام: فيأتون إلي فيقولون: يا محمد، أنت خاتم الأنبياء، ألا تشفع لنا إلى رب؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فأتقدم نحو العرش، لأن الله تعالى ينزل للفصل القضاء بين العبادة وهو مستو على عرشه، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. 8 من ملائكة الله خلقهم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ملك واحد من حملة العرش، أذن لي إني أصفه لكم، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، عاتق كتفه،
مسيرة 700 عام. شوف، لذلك الله يقول ويخلق ما لا تعلم، أشياء لا يمكن تتصورها في الخلق، ويخلق ما لا تعلمون. آدم عليه السلام أول ما خلقه الله كان طوله 60 ذراعا في السماء، طوله 30 متر تقريبا، ثم لم يزل الخلق يتناقص. فيأتي عليه الصلاة والسلام ويسجد بين يدي العرش، يقول ويفتح الله علي من المحامد ما لم يفتحه على أحد من قبلي. ربنا يحب الثناء والمدح، وهو أهل الثناء والمدح سبحانه، يحب أن يثني عليه عبده ويتملقه ويدعوه ويرجوه وينكسر بين يديه. ويفتح الله لنبينا صلى الله عليه وسلم من الكلام الحسن اللي فيه تعظيم لله وتبجيل شيء ما سبق أن أحد قاله بين يدي الله أبدا، لم يفتح على أحد من قبلي. ثم يقول الله ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي. فيقول سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ثم يبدأ فصل القضاء بين العباد، يبدأ الحساب، حساب الناس أنواع، فيه ناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، كما قال عليه الصلاة والسلام منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. قيل من هم يا رسول الله؟ فذكر صفات، لا يكتوون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. وقال الآخر ادع الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، إلى آخر الحديث. هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة ما عليهم حساب، مباشرة يبدأ الحساب أنتم للجنة على طول. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب، ما ذلك على الله بعزيز. هناك حساب، بتكلم عن حساب المؤمنين، يعني هو الذي يخصنا. حساب المؤمنين ينقسم إلى قسمين، منه حساب ما فيه نقاش، مجرد أن تعد عليه معاصي يقال له أنت نظرت نظرة حرام في ذلك اليوم، وترك فعلت كذا وصنعت كذا وقلت كذا ونمت عن الصلاة وفعلت كذا وفعلت كذا. ما يقال له ليش ما صليت، ليش أخرت زكاتك، ما يطلب منه جواب، بس يقال ترى فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. يقرر مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول ربي أعرف. تعرف ذنب كذا؟ فيقول ربي أعرف. وتعرف ذنب كذا؟ قال ربي أعرف. فيقول الله فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، نسأل الله من فضله. ثم تؤخذ صحيفة حسناته تطوى وتعطى بيمينه. سترتها في الدنيا، الناس ما عرفوا ترى أنك نظرت لما خلوت نظرت على كذا، وما سترناك في الدنيا واليوم نسامحك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، رواه البخاري. هذا هو الحساب اليسير، لما قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حساب اليسير بس يقال ترى نعلم أنك سويت كذا ونعلم أنك عملت كذا ونعلم، حتى يعرف لما يدخل الجنة أن الله متفضل ومتكرم عليه، أنك عندك معاصي لكن الله سامحك عليها. لو كان سيدخل إلى الجنة مباشرة من غير ما يذكر بذنوبه لظن أن صلاتي وصومي والله دخلتني الجنة، لكن أنت عليك ذنوب الله سامحك بها. هذا الحساب اليسير، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لكن في حساب عسير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت عائشة يا رسول الله أليس قد قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض، بس يعرض عليه ترك سويت وفعلت وفعلت، وليس أحد يناقش الحساب إلا عذب. يعني يقال له أنت ما صليت، يقول نعم. ليش ما صليت؟
أنا ما أوسع لك في رزقك، أنا ما أصح لك في بدنك، أنا ما... يلا جاوب، أنت ما زكيت. نعم ما زكيت. ليش ما زكيت يا عبدي؟ كلها 2.5%، عندك 1000 ريال ادفع 25 ريال زكاة. ليش ما زكيت؟ ما قلنا ادفع نصف مالك وأفقرنا غيرك وأغنيناك؟ ليش ما هذا حساب وحوار ونقاش في شدة عليه. أنت عقيت والديك، نعم، إيش اللي خلاك تعق والدك؟ ما الذي جعلك تتكلم معهم بما لا يليق؟ ليش تنشغل عنهم؟ هذا شغلك أهم من والديك؟ ليش أمك كانت تتصل بك ولا ترد؟ ليش تعلم أن أباك يرغب منك في كذا ولا تستجيب له؟ ليش يشدد عليه؟ حقوق العباد، ليش أخذت من فلان ولا رديت؟ وليش فعلت هذا الحساب العسير؟ هذا قد يغفر له، يعني ممكن ليش ما صليت، ليش ويطلب بالجواب بعدين يغفر له، لكن هذا هو نوع من العذاب، يعني العذاب النفسي اللي فيه فزع وخوف واضطراب وخزي بالنظر إلى سيئاته. هذا حساب المؤمنين في النوعين. أول أمة تحاسب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مع طول الوقوف الكل وده يحاسب ويخلص، فلأفضلية نبينا صلى الله عليه وسلم يبدأ بأمته. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن آخر الأمم، يعني أول الأمم أمة آدم، بعدين أمة نوح، أمة إدريس، أمة شعيب، أمة آخر أمة وجدت على وجه الأرض أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال يعني يوم القيامة: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فيأتون. قال: فنحن الآخرون الأولون، احنا آخر ناس لكن الأولين المقضي لهم بين الخلائق. يسأل العبد يوم القيامة عدد من المسائل، أول سؤال يختص بك بذاتك، تسأل عن صلاتك. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. إذا كانت صلاته صالحة نظر في باقي عمله، وإذا كانت صلاته فيها شيء قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني هالصلاة تأخرت وهالصلاة فيها نقص، طيب فيه صلاة ضحى عنده، فيه صلاة سنن، فيه صلاة وتر، إذا فيه صلوات يمين ويسار من هالنوافل ترقع بها صلاة، ترقع بها الفرائض ينجو العبد. وكذلك إذا الحج الفريضة فيه نقص يرقع بالحج اللي بعده اللي سنة، وكذلك العمرة، الزكاة إذا فيها نقص وخلل، ولكن عندك صدقات ترقع بها. هذا أول ما تحاسب عليه فيما يتعلق بك. أما فيما يتعلق بالناس، لأن الله تعالى جعل الدواوين يوم القيامة 3 اللي يحاسب عليها الإنسان: ديوان لا يغفره الله أبداً، الشرك، ما يقال والله غفرت سترتك في الدنيا، لا، مشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الديوان الثاني المعاصي اللي بين العبد وبين ربه، أحد نظر الحرام، استمع حراما، يعني نام عن صلاة، الشيء اللي بينه وبين الله ما فيه ظلم للآخرين، شرب خمرا كذا، كبيرة صغيرة، هذه تدخل تحت الرحمة والمغفرة، والرحمة إليها أقرب. الديوان الثالث الخطير، وإن كان الشرك أخطر لكن هذا أيضا خطير، الديوان حقوق العباد اللي بينك وبين الناس، والناس يأتون يوم القيامة وبينهم حقوق، هذا أخذ ماله وهذا احتال عليه وهذا عبث به وهذا اعتدى عليه. لكن أعظم ما يقضى بين الناس يوم القيامة وأول ما يقضى في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل يقول: يا ربي هذا قتلني، هذا قتلني، فيقول الله له: لما قتلته؟ فيكون هذا الرجل قتله في معركة بين الإسلام وأعدائهم، فيقول: يا ربي قتلته لتكون العزة لك، فيقول الله: فإنها لي. ثم يجيء الرجل آخر آخذا بيد الرجل فيقول: يا ربي هذا قتلني، فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان.
أنا والله كنت أقاتل عشان فلان ولا عشان نفسي ولا عشان أخذ مال ولا أنتقم منه ولا أشفي صدري ولا، فيقول الله تعالى فإنها ليست لفلان فيبوء بإثمه. والحديث أخرجه النسائي. فأول ما يقضى بين الناس في الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حقوق العباد يؤخذ من بعضهم لبعض، حتى الحيوانات. يقول عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء التي ليس لها قرن، إذا كانت هناك شاة قرناء في الدنيا نطحتها، يجعل للشاة الجلحاء اللي بدون قرن يوم القيامة يجعل لها قرنين، يجعل لها قرنان ويقال انطحيها مثل ما نطحتك فتنطحها. هذا كل الحيوانات يوم القيامة. يعني ترون الآن القطط اللي تتضارب، الطيور اللي تتضارب، البقر، الجواميس، إن كانت إحداها ظالمة للأخرى يقتص يوم القيامة لها، ثم يقال لها كوني ترابا. عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. يعني بالحسنات والسيئات يؤخذ من حسناته ويعطي. قال هذا أنت كم تطلبه؟ قال والله يا ربي 10 ريال أنا أخذ مني وماته ما سددني إياها. يقال خذ من حسناته بمقدار هذا. أنت كم تطلبه؟ قال والله يا ربي أنا صلح عندي سيارته وحاسبني 100 وباقي 20 ريال ما دفع حسابها. يؤخذ من حسناته ويرضى بها. وأنت؟ قالت المرأة أنا مهري اتفق معي على 20,000 وقال هذه 15 وإن شاء الله بسدد الباقي ولم يسددها إلى الآن. يؤخذ مقدار المال ويعطى لها. أنت مالك؟ قال أنا راتبي أعطى كذا كذا ولا سددني. وأنا أتعجب من جرأة بعض الناس. أنا قرأت في صحيفة قبل أيام خادمة كانت بتغادر عن طريق مطار جدة، فرأوا معها في شنطتها عددا كبيرا فواتير كهرباء، فاستغربوا ويقول لها العسكري وش هالفواتير؟ قالت هذه شيكات. قالت شيكات ايش؟ قالت انا اشتغلت 4 سنوات هذه الشيكات حقت رواتبي كفيلي معطيني اياها. يقول حتى ما تسرق فلوسك منك احنا حطيناها شيكات، روح هناك واصرفيها في بلدك. و4 سنوات ويعطيها هال فواتير الكهرباء، يقول هذه شيكات فلوس، هذه شيكات رواتبك عشان تستمر تشتغل ما تضرب ولا. أعوذ بالله، شوف الجرأة على يعني أكل حقوق الضعفاء. يعني ما أكل حق واحد تاجر غني كبير ولا سوبر ماركت عالمي عندهم يشتغلون بمئات الملايين، مع أن هذا لا يجوز أيضا، لكن يعتدي على هالضعيفة المسكينة اللي تغربت عن أهلها. يعني هي جرأة هذا؟ افترض يعني أن توفى حقها قبل أن تتم عملها، لكن هذه جرأة. هذا يوم القيامة يقتص منه. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يعني بالحسنات والسيئات. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا دينار. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، فيأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد. قال له اقعد، أنت الحقوق عليك واجد. اللي شتمهم يأتون، يلا اللي ضربهم يأتون، اللي أكل أموالهم يأتون، اللي سفك دمهم يأتون، وهو قاعد وحسناته توزع بين يديه. يقول عليه الصلاة والسلام فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يعطى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. إذا حوسبت الحيوانات بينها وبين بعض وانتهت قيل لها كوني ترابا، حوسب العباد بينهم وبين بعض وأنهوا، بدأ حساب واحد أيضا باقي. حساب الحيوانات بينهم وبين بعض انتهينا منها، حساب العباد بينهم وبين بعض انتهينا منها، يبدأ حساب الضرر والظلم اللي وقع من العبد على الحيوان. عذبت امرأة في النار بسبب إيش؟ هرة.
فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا كان واحد عنده دابة ظلمها، عنده بعير، عنده إبل، حاطها فيها الحوش ومقصر عليها في الماء ولا مقصر عليها في الطعام، يا أخي إما أطعمها وإما اتركها يا أخي في أرض الله. أو عنده هرة أو عنده طير وحاطها الطير في قفص ومهملة ما يكاد يوفر لها الطعام ولا الماء، أو ربما سافروا ونسوا الطير وجاءوا بعد أسبوع أسبوعين وجدوه قد مات جوعا وعطشا، هذا يوم القيامة يحاسب على حقوق يا أخي. هذه نفس لتؤدن الحقوق إلى أهلها، ما هي بعبث، تؤدى الحقوق بين الناس تأدية. يوم القيامة بعض الناس ينكر، يقال مثلا سرقت، يقول لا ما سرقت، كذبت، يقول لا ما كذبت، فيكون هناك شهود عليهم. أول الشهداء هم الأنبياء، مثل ما قال الله تعالى لما ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم وذكر أمته، كما قال الله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وأمتنا تشهد لجميع الأنبياء. يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي، فيقول الله له هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، خايفين من العذاب، يقولون ما جاءنا من نذير يا ربي، ما درينا أن الشرك حرام والزنا حرام، ما درينا، ما جاءنا من نذير. فيقول الله من يشهد لك؟ يقول لنوح، فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، يقول فتشهدون أنه قد بلغ، فذلك قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل، رواه البخاري. من الشهود الملائكة الحافظون، الملائكة تشهد، إذا قال ما كذبت يقول الملك بلى يا ربي أنا سمعته يكذب أنا كنت معه، قال ما صرخت على أمي أنا كنت مؤدب معها، يقول الملك كذاب بل يا ربي صرخ عليها وعاملها معاملة سيئة، يقول يا ربي أبوي طلب مني فلوس بس ما كان عندي، يقول الملك كذاب كان ساحب من الصراف قبل شوي 5000، الملك معك ما يفارقك. هؤلاء الملائكة يشهدون على العباد، مثل ما قال الله ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. من الشهداء على الإنسان الأرض التي يسير عليها، يومئذ تحدث أخبارها، قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل كذا يوم كذا وعمل كذا وكذا، فهذه أخبارها، رواه الترمذي. من الشهود أخيرا شهادة الأعضاء، أعضاء العبد، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول أنس رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم قال هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال من مخاطبة العبد ربه، يعني العبد لك وجه تخاطب الله وتناقشه، من مخاطبة العبد ربه، يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني، أنا أشهد على نفسي، لا يشهد علي ملك ولا يشهد عليك، أنا بشهد على نفسي. فيقول الله فكفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه، ثم يقال لأركانهم طقي فتنطق بأعماله، يعني تقول يده أنا للحرام كتبت، وتقول عينه تتكلم أنا للحرام نظرت، والرجل تقول أنا إلى الحرام مشيت، وينطق الفخذ وينطق الفرج، تبدأ أعضاء تتكلم تعترف، وهو يبغى يتكلم ما يستطيع، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول لها ينظر إلى أعضائه ويقول بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناظر، أنا خايف عليكم تتعذبون، قاعد أدافع عنكم والآن تشهدون علي. وفي الحديث الآخر فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي،
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، كما رواه مسلم. الأحجار والأشجار تشهد، لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. تنشر الصحف بين الناس، فما الذي يكتب في الصحف؟ هل تكتب كل الأعمال حتى الأعمال غير المهمة؟ يعني مثلا لو قلت أنا مثلا كم الساعة، تكتب هذه في الصحيفة أم يكتب فقط الطاعة والمعصية؟ لو قلت مثلا اليوم حر مثلا أو الأوراق كثيرة، هل هذه تكتب ولا يكتب فقط ما يتضمن طاعة أو معصية؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. متى تكتب الطاعة والمعصية؟ هل يعطى العبد فرصة عشان يستغفر أو لا؟ ما حجم هذه الصحف؟ وهل هي التي توضع في الميزان أم لا؟ بقي معنا الكلام أيضا على الميزان ونوعه وكيف توزن الأعمال بين العباد، لكن لعلنا نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يخفف علينا وإياكم لقاءه يوم القيامة. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة